أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول هناك ملحوظة في المقبرة وهو توزيع الماء البارد على الواقفين. هذا لا أصل له، ونخشى أن يتطور إلى توزيع الصدقات والطعام إذا فتح هذا المجال. الواجب سد هذا الباب، والذي يريد يشرب يخرج من المقبرة ويروح لهل يشرب ولا من طريق ولا. الحمد لله. نعم.